بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي الطلبة وطالبات الثانوية العامة المرحلة الأولى والمرحلة الثانية، إن شاء الله هنعمل مراجعة لمادة الكيمستري. بداية نشوف كده الورقة الامتحانية لما بتجيلي شكلها عامل إزاي وتعامل معها إزاي. أولا الورقة الامتحانية ورقة كبيرة مكونة من 4 صفحات، يعني هتلاقي إن الورقة صفحتين في الوجه الأول وصفحتين في الوجه الآخر. الورقة الامتحانية مكونة من 6 أسئلة، هتلاقي السؤال الواحد مكون من A و B و C وأحيانا A و B و C و D، لكن السؤال الواحد عليه 10 درجات، يبقى عندي 6 أسئلة كل سؤال 10 درجات. طالب يسألني طب يا مستر هنجاوب كام؟ هنختار 5. هل في سؤال إجباري يا مستر؟ لا مفيش سؤال إجباري. الست أسئلة هتختار منهم 5 أسئلة بس. نصيحتي ليك أول ما تستلم الورقة تدي لنفسك فرصة إنك تقرأ بسرعة كل ال6 أسئلة. يبقى بداية هتدي لنفسك 2-3 دقايق تقرأ 6 أسئلة بسرعة، وتبدأ تحدد أيهما أسهل أسئلة هتختارها، وابدأ بالسهل الأول. يعني مش شرط إن أنا أبدأ بالترتيب، أولا السؤال الأول ثم الثاني ثم الثالث وهكذا، لا أبدأ بالسؤال السهل اللي مش محتاج مني وقت في التفكير، اللي مش محتاج مني رسم، وبعدين السؤال الأصعب فالأصعب. دي أول ملاحظة. الحاجة التانية اللي أخد بالي منها وأنا بكتب السؤال، مهم جدا إن أنا أكتب رقم السؤال في أول الصفحة من فوق، وبعدين في الجانب كده الجزيئات بتاعة السؤال، تبقى واضحة وعارف ان ده السؤال الاول او السؤال الثاني او السؤال الثالث والجزيئات بتاعته A B C D تحت بعض. طيب نقطة ثالثة ومهمة جدا، ان كل سؤال في صفحة او صفحتين او 3 زي ما تكتب مستقلة. يعني ايه يا مستر؟ يعني انا كتبت السؤال الاول مثلا خد مني صفحة ونص، نص الصفحة الثانية فاضي اسيبه فاضي ما اكتبش فيه، بلاش نكتب سؤالين مع بعض في صفحة واحدة، يبقى كل سؤال في صفحة أو صفحتين مستقلة. خلص السؤال حتى ولو خدت سطر واحد خلاص انقل على الورق اللي بعده. لاحظ الورقة كتيرة، عدد الورق الفاضي كتير، فطب أنا ليه أزنق وليه أكتب سؤالين في مكان واحد؟ لاحظ أن كل مستر مننا بيصحح سؤال، يبقى أنت لما تجمع الفقرات بتاعت السؤال الواحد مع بعض في مكان واحد صفحة أو صفحتين أو 3 صفحات خلصت تنتقل على الصفحة اللي بعدها. دي أولاد مسألة مهمة جدا. طيب نيجي نشوف بعد كده لما أجي أجاوب الأسئلة، أبتدي أقرأ السؤال من الأول للآخر لآخر السؤال، لأن لاحظ أن بتبقى في بعض أسئلة ودي بتقع فيها كثير من الطلبة، يجي مثلا سؤال يقول له إيه خلاص choose the correct answer and then give reason، فالطالب لأول لحظة بيلاحظ ان السؤال ده تشوز خلاص ما بياخدش باله ان جيف ريزون، فبسرعة ده سؤال سهل وانا اخترت وجاوبت، يرجع بعد ما يطلع من الورقة بعد ما يطلع من الامتحان عفوا بيلاقي انه فاته جزء مهم جدا. فتكير لازم تقرأ السؤال للآخر. طيب هحل كم سؤال؟ مطلوب انك تحل 5 أسئلة. لو قدرت تحل ال6 أسئلة عندك وقت كافي بعد ما حليت ورجعت وقدرت تحل السؤال السادس حله. ليه؟ لان احنا في التصحيح بناخد اعلى 5 درجات. يعني انت حليت ال6 درجات، سؤال جبت 10 وسؤال جبت 9 وسؤال جبت 8 وسؤال جبت 10 وسؤال انسون، اي هنلغي السؤال اللي فيه اقل درجة، يعني بناخد 5 أسئلة اعلى 5 درجات. طيب بعد ما حليت الأسئلة خلاص وانت ملاحظ وبقول لك ركز كويس قوي قوي ان كل سؤال في صفحة او صفحتين مستقل، خلص السؤال تنقل الصفحة اللي بعدها. وانا بحل السؤال لو انا في حاجة عاوز اجربها، في عندي درافت بعمله في الهامش او في اخر صفحة، صفحة الاخيرة او صفحتين الاخر، الدرافت يا اولاد خدوا بالكم يكون واضح وما تشطبوش، لان احنا بنعلمه ولو طلع صح بتاخد الدرجة عليه. يبقى تهتم قوي قوي بالدرافت اللي انت بتعملها وتكون واضحة ومكتوب عليها دي في انهي سؤال. طيب بعد ما حليت السؤال وانت بالقلم الرصاص اللي معاك على ورقة الأسئلة اعمل علامة صح،
على اللي انت حليته وخلصته. اللي انت ما حليتوش وسايبه تفكر فيه خليه للاخر، ما تعلمش عليه. بعد ما خلصت تيجي تراجع تبص على علامة الصح اللي انت حللها اللي انت كاتبها. السؤال التاني، انا معلم على الفقرة ايه صح والفقرة بيمشي متعلم عليها، يبقى ابدأ افكر فيها، ابدأ اقراها كويس قوي قوي، ابدأ اشوف الحل بتاعها ايه، وتتكتب فين؟ في مكانها في السؤال التاني بتاعها. بعد ما خلصت تأكدت، ابص تاني على الورقة وتأكد ان كل جزئية في كل سؤال مكتوب عليها علامة صح. أبدأ المراجعة النهائية، أراجع تاني كل سؤال وحط علامة تانية، يبقى كل سؤال عليه علامتين، يبقى أنا تأكدت أن أنا حليت وتأكدت أن أنا إيه رجعت. وتاني نصيحتي للطلاب إن شاء الله، اقرأ السؤال كويس قوي وعلى مهل، وحط خط تحت الكلمات الهامة في السؤال، هتبقى دي مفتاح السؤال. ونتمنى ليك إن شاء الله النجاح بتفوق وبالدرجات النهائية. وشكرا لكم، مع كيرودار.